السلام عليكم، سنقوم اليوم بطرح فيديو عن كيفية إنشاء واجب من نوع Class Notebook. أولاً سنقوم بالضغط على كلمة Teams ونقوم باختيار الفريق الخنساء الصف الرابع على سبيل المثال، ثم نضغط على أيقونة Class Notebook لتحضير الواجب. قم بتحضير الواجب باستخدام تطبيق Class Notebook. بعد فتح تطبيق Class Notebook في البراوزر، نقوم بالضغط على Plus Page لإنشاء صفحة الواجب. نقوم بكتابة عنوان الصفحة أو عنوان الواجب، ثم نضغط على كلمة Insert ونختار File. الآن سنختار Insert File Printout لإضافة PDF. نحدد الـ PDF ونضغط على Open ومن ثم Insert. بعد التأكد أن الواجب أصبح جاهز، يمكننا الآن التوجه إلى تطبيق Teams واختيار كلمة Assignment. الآن سنقوم بإنشاء واجب جديد من نوع Assignment. سنقوم بالضغط على كلمة Create ثم نختار Assignment. نقوم بكتابة العنوان على سبيل المثال رياضيات مساحة، ثم نضغط على Add Resource لإضافة صفحة Class Notebook. بعد الضغط على Class Notebook ستظهر لنا Sections. نقوم بالضغط على Section Welcome، والآن ستظهر لنا صفحات. نضغط على رياضيات ونضغط Attach. هذه المنطقة التي ستظهر عند الطالب. لتسهيل عملية التصحيح سنقوم الآن بإضافة سلم التصحيح المعروف بالروبريك. الآن سنقوم بالضغط على كلمة Add Rubric. يمكننا الاستعانة بتقييمات سابقة أو إنشاء واحد جديد. لا ننسى أن نضع النقاط، ثم نقوم بكتابة العنوان تقييم الرياضيات، ثم سنقوم بالتخلص من الخانات وسنبقي خانتين، واحدة لتحديد أن السؤال قام الطالب بإجابته بطريقة خاطئة، وهنا سنضع صفر، أو بأي طريقة صحيحة ونضع أربعة. هنا نقوم بكتابة الأسئلة، مثلا السؤال الأول، نضغط على كوبي لأخذ نفس المعلومات وكتابة السؤال الثاني، وهكذا دواليك. وعند إضافة أي سؤال نلاحظ أن النسبة تتغير. نضغط على Attach، والآن أصبح الاختبار جاهز.